بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الواحد داير يجيف من كثرة التسجيل وكذا، والواحد ما يكون مغروش ما يكون مغروش، خايف انه التسجيلات دي تدي لي غرور ولا حاجة زي دي. لكن كل مرة تجيني حاجة غايته دي هسع عن مرة نحن في جلسة كنا مش الحملة، بعد الحملة بنجي في الشاء في المربع القدام بيت الأستاذ ذا الميدان بنقيم الجلسة، أي واحد بيقول أي حاجة سمحة كعبة لازم يقولها لاقته في الحملة، والأستاذ يكون قاعد ويقيم المسألة ويقولها. فذكر مرة وقف عثمان وشيك كان أصدق جمهوري، كان صادق صادق شديد، أي شيء يشوفه يقوله. فقام قال أنا جيت ماشي ولقيت بتاع كوفير ومشيت عرضت له الكتب قال اشترى مني ست كامل وشكر وتكلم عن الفكرة ولقيته صديق، وقال هو قال لي ايه رايك في شغلتي دي. فقال فتشت لي نص ما لقيت اي نص اجاوبه، فقلت له مش بطال احسن من تسرق، ما بطال شغلتك دي احسن من انك تسرق. وقال الكلام ده في الجلسة وقعد الاستاذ قال سمعته اوشيك. فبدوا الاخوان زمن داك الكوفير ده بس رجال وعدد بسيط لكن كان ماسكين الرجال، وقاموا الناس يشرعوا ويقولوا كده وغايتوا إذا اضطر والمضطر وتكلموا كثير الأخوان يودوا يجيبوا. قام وقف الأستاذ عبد اللطيف قال والله أنا بفتكر لو سرق أحسن من الشغلانة دي. الأستاذ قال سمعت الأستاذ عبد اللطيف وسمعته وسمعته في الآخر الأستاذ قال له يا أوشيك بكرة تمشي للزول في محله وتقول له نحن جلساتنا دائما بنقيمها ونعمل لها جلسة وكل الأخوان بيشاركوا في الموضوع ده، وأنا طرحت موضوعك فقالوا أحسن تسرق ولا الشغلانة دي، ممكن تمشي تسرق أحسن من الشغلانة اللي أنت شغالة دي، تمشي ليه وصححيه والكلام ده. طبعا بكرة أوشيك طوالي شال كتبه ومشى بلغوا بموضوع دي. ودي كانت الحاجات دي كان بتجي للناس طوالي حلها في الوقت، ما في هناي ومجاملة. شكرا جزيلا.